عودة لحضراتكم مرة تانية، ولسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح اون تايم. وصلت معاكم لفقرة تصريح وتعليق. فقرة تصريح وتعليق الحقيقة انه بيكون فيها تصريحات قوية شوية. التصريحات دي بقول لكم دايما بتخرج من قبل يا مديرين فنيين يا مسؤولين يا لعيبة داخل الاندية، ودورنا ان احنا نعلق مع حضراتكم على التصريحات. ابتدي معاكم في اول حاجة كده واول تصريح في فقرة تصريح وتعليق مع كابتن حلمي طولان. بيقول للاعبين بالبنك الاهلي: تعمدوا الاطاحة بي. كشف الكابتن حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق البنك الاهلي عن ان هو مشي ليه او اسباب رحيله عن تدريب البنك الاهلي، وقال: وضعت نظام، حطيت نظام كده بحضور اللعيبه قبل التدريبات بثلاث ساعات، وبعد كده نعمل محاضره، وده كان اسلوبنا، ولكن بعض اللعيبه ما تحملوش الموضوع ده. بعض لعيبه البنك الاهلي كانوا متعمدين ان انا امشي من النادي بمساعده اشخاص داخل النادي. بعض بالجهاز الفني كان بيبلغ اللعيبه ان الجهاز الفني هيمشي بعد المباراه، ورحلت قبل مباراه المقاولين، وبعد كده رجعنا تاني. وقال في مباراه المقاولين العرب: خرجت مكافاه من جيبي، اكبر مكافاه للنادي لثنائي في الفريق الاول، واخبرته من سيسجل هدف سامنحه مكافاه او سيصنع هدف هديله فلوس. تصريحات الكابتن حلمي طولان يعني ليها اكثر من جانب، اكثر من جانب. طبعا احنا عارفين التصريحات دي يعني ما سابتش الكابتن خالد جلال. يعني كابتن خالد جلال لانه بيدخل في بعض التصريحات، يعني لو جبنا بقى لحضراتكم التفاصيل التفاصيل التفاصيل، هتلاقي انه كابتن حلمي طولان حلو انك تتكلم على التزام اللعيبه، لكن في نفس التوقيت ايه اللي هيخلي اللاعب يا كابتن حلمي ما يبقاش عايز حضرتك تكمل معاه في المشوار؟ او ايه السبب يا كابتن حلمي بعد توليك القياده الفنيه لفريق البنك الاهلي تكون بتتحدث عن زميل ليك خلاص كان بيدرب الفريق ورحل؟ وبنتكلم على فكرة انه كابتن خالد جلال تولى القيادة الفنية لفريق البنك الاهلي فترة طويلة جدا، رحل يعني مين اللي مشاه؟ مشي بناء على قرارات من مجلس الادارة. يعني طبيعي مجلس الادارة عايز الكابتن حلمي طولان يجي، فده مش حاجة مثلا يعني مش منطقية او مش سبب، غير انه ممكن يكون الكابتن حلمي طولان مش متفق يا مع اللعيبة يا مع السيستم يا مع مجلس الادارة، لكن ملوش اي علاقة بفكرة مدير فني رحل خلاص عن تدريب الفريق. المهمة اللي تم اسنادها للكابتن حلمي طولان في توقيت في منتصف الموسم، الكل عارف يعني ايه مدير فني يجي في منتصف الموسم، بيكون عنده تكتيك عايز ينفذه، بيكون عنده فكر عايز ينفذه مع اللعيبه، ولكن مفيش لاعب ابدا ممكن يتآمر على مدير فني. ازاي؟ طب لاعب، طب اتنين، ازاي اللعيبه كلها؟ الحقيقه ان احنا ما بنشككش ابدا في كلام الكابتن حلمي طولان بخصوص اي مكافآت، بخصوص اي معامله طيبه مع اللعيبه، بخصوص سيستم كان عايز يحطه، ولكن بيبقى اللاعب يهمه انه فريقه يكسب. هو في لاعب ممكن يبقى عايز ينزل ارض الملعب او المستطيل الاخضر او ال 90 دقيقه ويخلي شكله وحش؟ يعني انا كلاعب ماتش 2 3 عايز اخلي شكلي وحش؟ ما هو في الاول وفي الاخر ده الاسمي، ده لشكلي، لمنظري، لتاريخي. ممكن يكون في بعض الخلافات في وجهات النظر ما بين اللعيبه والكابتن حلمي طولان، ولكن استحاله ابدا مجموعه من اللعيبه ما تكونش عايزه تكسب، او ما تكونش عايزه تلتزم، او ما تكونش عايزه تمشي على سيستم. اعتقد المنظومه اللي شفناها داخل فريق البنك الاهلي ما بتدلش على كده، ولكن في نفس التوقيت كل الاحترام والتقدير للكابتن حلمي طولان اللي كان عنده سيستم عايز ان هو ينفذه داخل البنك الاهلي، ويمكن الامور او الظروف ما ساعدتهوش.
اللعيبه بقى ما تساعدهوش، ممكن يكون لاعب او اتنين، لكن اللعيبه كلها ما تساعدهوش. طب ازاي؟ دي لعيبه كره قدم، يعني عارفه يعني ايه التزام، عارفه يعني انها تيجي قبل التمرين بساعتين ثلاثه، عارفه يعني ايه محاضرات، عارفه يعني ايه مكسب، عارفه يعني ايه مكانتها، عارفه يعني ايه اسمائها. كل الحدوته دي ما تدلش غير على ان كل لاعب عارف قيمه التيشيرت اللي بيلعب بيه. بس الكابتن حلمي طولان بيقول ان ولا حاجه من الحاجات دي كانت بتحصل، علامات استفهام. هنسيب الموضوع لمجلس الاداره، هنسيب الموضوع لرد مجلس الاداره والمسؤولين داخل النادي علشان يوضحوا لنا الامر. هل الموضوع ده كان بيحصل واللعيبه كانت ملتزمه؟ هل اللعيبه فعلا كانت بتيجي في مواعيدها وكانت وكانت وكانت، ولا الامور فيها لسه حاجات في الاوضه المغلقه ما عندناش علم عنها؟ لسه هنعرف كل الامور دي مع حضراتكم خلال الايام القادمه.